قال الإمام العلم عالم الدنيا الإمام الشافعي يقول، ده كلام مين اللي جاي؟ جام الشافعي. طيب صح كده؟ أنا أريد أفهم بس من هم وشافعي فين؟ واحدة واحدة. لا لا، قال أسس التصوف على الكسل. نعم واشتغل هو الراجل، قال لك الناس بتقفز، بيقول لك بيقفز عشان في شيء عنده لا يؤرقه عند الجلوس فبيقفز من أجل ذلك في هذا الباب. هو دماغه الراجل قال لك حدثني ربي قلبي عن رب، إيش بقى أنا أجلس أتعلم وأجلس أسمع وخلاص، حدثني قلبي عن رب. ورجل بيرى النبي فكل المشكلات بيسأله فبيعطاله بيكشف وعايش بالكشف، وأذن الله له بالكشف، يعني الله تعالى أذن له بالكشف ولم يأذن للأولياء إلا بالتلاصم، لأن هو خلاص لأن هو جند ليرد عن النبتة الحشوية المجسمة الوهابية. ويقول لو أن رجلا عاقلا تصوف أول النهار لم يأتي الظهر عليه إلا أن يصير أحمقا. مش كلام أنا رجل. هذا ليس لي، ردوا على الشافعي قول، أنا بريء الآن. أي حد عايز يتكلم في حاجة، أي حد عايز يعمل بوست يتكلم الشافعي لا تخص. الشافعي قال لو أن رجلا عاقلا تصوف أول النهار لم يأتي عليه الظهر حتى يصير أحمقا. وقال من درى الكلام من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. ولذلك عمر بن العزيز قال إما أنك نمام طيب أو رجل أخطأت تريد أن تراجع نفسك فتستغفر الله فيغفر لك، إما أنك نمام فتعذر. شوف الكلام الدرى اللي جاي. واحد تمرجي اللي هو بيقول هو تمرجي، وأمه أتت له بالكران عشان يغوص، قال لها علميني الغوص. طيب وطالع أنه مفتي وطلع ما بفهمش حاجة وعمال يقول لك أناظر فلان أناظر فلان، هو الشافعي رد عليه، هو بيقول أنه شافعي. يقول الشافعي من إذلال العلم أن تناظر كل من ناظرك. لا، انظر للعاقل للعالم للمؤدب للمهذب الذي ترى فيه إتقان علم فاجلس معه لأنه سيفيدك أو تفيده، إنما أهوج أرعن ها جاهل سيء الأدب متعدي يعني ليس له يعني عنده رقة في مسألة الديانة لأنه ما يريد المسألة إلا لمآرب أخرى، فهذا لابد أن بطرف عينك لا تنظر إليه. قال إن من إذلال العلم أن تناظر كل من ناظرك.